اعتذر، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حقيقة نحن النهاردة في إطار تطوير خدمات هيئة النقل العام وتطوير أسطول لهيئة النقل العام وبرضو اتجاه الدولة لتحويل السولار لغاز. النهاردة في 10 أتوبيسات، دي مرحلة أولى من 121 أتوبيس يعملوا بالغاز الطبيعي إن شاء الله. يعني دي المرحلة الأولى، هينتهي التوريد في النص الأول من 2020. دول هيكونوا إضافة لخدمات هيئة النقل العام، هيحسنوا الخدمة اللي احنا مقدمينها لجمهور القاهرة الكبرى إن شاء الله. طيب فندم، ممكن تقولي هل في فرق في سعر التذكرة بين الباص اللي بيعمل بالغاز الطبيعي والباص اللي بيعمل بالطاقة البديلة؟ لا، اسعار هيئة النقل العام واحدة، اذا كان سولار او كان غاز طبيعي. احنا ان شاء الله عندنا الفترة الجاية برضه يكون في اتوبيسات بتعمل بالكهرباء، ودي طبعا زي توجيهات الدولة، هي نفس الاسعار. احنا اسعار هيئة النقل العام على الكيلومتر المقطوع. احنا استلمنا 10 اتوبيسات. الاول 10 ان شاء الله. الدفعه الثانيه هتبقى الدفعه الثانيه ان شاء الله في خلال شهر هتبقى برضو 20، وهتبقى على مراحل، هينتهي التوريد بنهايه النص الاول من 2020 ان شاء الله. في 2020 هل مش كل الباصات، باصات النقل العام في مصر هتكون بتعمل بالغاز الطبيعي؟ لا، هي طبعا ده اتجاه، هيكون في خلال 3 سنين جميع اتوبيسات هيئه النقل العام اللي هي بالسولار هتشتغل بالغاز. في خلال 3 سنين هيكون كل اسطول هيئه النقل العام بيعمل بالغاز الطبيعي. فندم، خلينا نوضح برضو اللي بيتفرج ايه الفرق، يعني احنا هنستفاد ايه كمواطن، هيستفاد ايه؟ لا، هو في طبعا استفاد كتير جدا، ان طبعا ان الغاز الطبيعي صديق البيئه، ما فيش التلوث، دي اهم حاجه على صحه المواطنين دي كلها، دي حاجه طبعا مهمه جدا، وده اتجاه كله يبقى في الغاز الطبيعي، لان في فرق بين السولار، العوادم المؤثره، ده طبعا غاز طبيعي ومتوفر، يعني طبعا احسن بكتير جدا ان شاء الله من السولار. التكلفة بتاعت الغاز الطبيعي أو السولار، هل في فرق التكلفة اللي بتتحملها الدولة يعني؟ طبعا السولار طبعا بيبقى أعلى، طبعا السولار بيبقى مدعم، الغاز الطبيعي طبعا سعره بيبقى أقل، فطبعا تكلفة بتبقى يعني ثمن الأتوبيس الغاز بيبقى عالي جدا مقارنة بالأتوبيس السولار. يعني أتوبيس الغاز الطبيعي، الأتوبيسات دي ثمن الأتوبيس 3,650,000، الأتوبيس السولار ب 2 مليون، ولكن مع المدى الطويل بيبقى أرخص، لأن السولار السعر ده أقل، سعر الغاز الطبيعي أرخص بكتير من سعر السولار. طيب إيه رأي حضرتك ناخد السادة المواطنين في جولة كده صباحية؟ شكرا. يعني زي ما انت شايف يا حسام ومها، ده اتوبيس طبعا شكله مختلف مع التطوير، في اريحيه جامده جدا ما بين الاتوبيسات، عملناه على 2 مستوى، يعني بعكس الاتوبيسات اللي هي موجوده دلوقتي، زي ما انتم شايفين كده ممكن تتفقدوا وتشوفوا الاتوبيس نفسه، احنا ده زي المستوى اللي احنا بنشوفه فيه كل العالم، دي الاتوبيسات دي مصممه على احدث مستوى، يعني دي 36 راكب على مراحل، جلوسا 36، قد تصل ل 50 راكب جلوسا ووقوفا. انا ملاحظه ان كمان المساحه بتاعه الباص اوسع من الباص العادي. ما في اريحيه للجمهور كده، هيحس براحيه في الجمهور، الحركه ما بين الكراسي بعكس الاتوبيسات الموجوده حاليا. إذن هو مش تطوير فقط في الطاقة، يعني هو كمان تطوير في المقاعد وفي حجم الأتوبيس ورحية الجمهور، يعني في رحية الجمهور ده يعني مهم جدا، وهو هدفنا ده إن احنا نحسن الخدمة اللي احنا بنقدمها لجمهور القاهرة الكبرى، واحنا بنوعد الجمهور إن احنا هيئة النقل العام فيها تطوير مستمر. النهارده بنشهد غاز إن شاء الله على أول 20، هنشوف أتوبيسات تعمل بالغاز في شوارع أتوبيسات تعمل بالكهرباء بتعمل في شوارع القاهرة الكبرى، وده اتجاه الدولة إن هو تطوير. إحنا عندنا جزء الموجود حاليا بنحافظ على صلاحيته الفنية، وجزء وبرضه يعني إحنا بنشتغل في هيئة النقل العام على محورين، إن إحنا نحافظ على الأسطول الموجود ونحدث نجيب أتوبيسات جديدة بنكثف بيها الخطوط، بننشئ خطوط جديدة، توسعات القاهرة الكبرى، احنا شايفين المدن الجديدة دي كلها في توسعات، فيبقى عندنا حدثنا الأسطول وحافظنا برضو على الأتوبيسات الموجودة اللي هي بتعمل بالسولار، اللي هي إن شاء الله في خلال 3 سنين هتبقى جميع أسطول هيئة النقل العام جزء بالكهرباء وجزء إن شاء الله بالغاز الطبيعي. أخيرا يا فندم، هل في محطات لتزويد الباصات بالغاز الطبيعي؟ في هيئة النقل العام، جراشات هيئة النقل العام فيها محطات غاز طبيعي داخل جراشات هيئة النقل العام.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء، بشكرك شكرا جزيلا. يعني حسام ومها دي كانت بصراحة حاجة تشرف، يعني احنا شايفين قدامنا الصورة أبلغ من أي تعليق، حاجة تشرف إن احنا باصات النقل العام بقت مطورة بشكل كبير جدا، طاقة بديلة صديقة للبيئة أقل تلوثا من الطاقة المستخدمة عادة. أنا هسيبكم مع الصورة هوريكم الباص بشكل أوضح وعودة لكم مرة تانية. طبعا صورة جميلة جدا جدا زي ما هند زميلتنا هند فاروق نشكرها على الجولة الواضحة دي اللي هي فيها تفاصيل كتير، تقريبا هي قامت بتغطية كل التفاصيل اللي هو يعني النوع الفول او الوقود اللي هيتم استخدامه واللي هو صديق للبيئة اكتر اللي هو الغاز.